السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دائما بشعار أجيد فهم الرياضيات، غادي نستمروا في الدورة التكوينية في مهن التربية والتكوين مادة الرياضيات، وخاصة للمقبلين على مباراة التعليم. إذا وصلت للدرس الخامس، هو درس القوى. إذا اليوم غادي نتعرفوا على القوى، غادي نتعرفوا على العمليات على القوى، كيف ذلك؟ قوم معايا باش نعرفوا كيفاش نخدموا القوى. إذا قوة عدد حقيقي. إذا ألف القوة ذات الأس الموجب. إذا ليكن أ عددا حقيقيا غير منعدم لا يساوي صفر، وإن عددا صحيحا طبيعيا أكبر من العدد واحد. القوة ذات الأساس أ والأس إن هي جدا إن من العوامل المتساوية للعدد أ، ويرمز لها بالرمز أ إن وتقرأ أ أس إن. يعني هذا التعبير هذا كتقرأ A أس N، بحيث A هو ماذا؟ هو الأساس و N هو الأس. إذا A أس N معناها A تكرر N مرة، تكرر N مرة، يعني هذا هو عدد العوامل. عدد العوامل هو N، يعني تكرر كم من مرة؟ N مرة. إذا أمثلة، إذا لدينا 2 على 7 أس 3 ناقص 4 أس 2 ناقص 5 على 2 أس 2 و3 أس 4. هنايا عندي حالات خاصة للقوى، مثلا A يساوي A أس 1 لكل عدد حقيقي غير منعدم A. إذا ممكن توجد هذه الكتابة A هنايا، A بوحدها بلا أس يعني معناها هي A أس 1. ردوا البال، A أس 0 كتساوي 1، يعني A أس 0 كتساوي 1 لكل عدد حقيقي غير منعدم A. إذا 1 أس إن كتساوي 1، 1 أس إن هي 1، لأن 1 ضربته في بعضه مليون مرة هو 1، 1 في 1 في 1 في 1 في 1 في 1 في 1 دائما يساوي 1، إذا مهما يكون العدد الطبيعي إن. الكتابة 0 أس 0 لا معنى لها، و 0 أس إن كتساوي 0 حيث إن يخالف الصفر. إذا هذه الكتابة 0 أس 0 ما كايناش في الرياضيات، و 0 أس إن مثلا 0 أس 5 0 أس 7 0 كتساوي دائما 0. لماذا؟ لأنه 0 في 0 في 0 في 0 يساوي دائما 0. الآن القوة ذات الأس السالب. إذا بعد ما درسنا القوة ذات الأس الموجب، الآن غادي نمرو للقوة ذات الأس السالب. إذا كان A عددا حقيقيا غير منعدم و N عددا صحيحا طبيعيا، فإن قوة A ذات الأس السالب ناقص N هي مقلوب القوة A أس N. إذا A أس ناقص N كتساوي 1 على A أس N. إذا هذه القوة هذه اللي عندها الأس السالب هي مقلوب القوة ذات الأس الموجب. أمثلة، احسب ما يلي. إذا هنايا ناقص 5 على 4 أس ناقص 3، 2 على 3 أس ناقص 4، ناقص 2 أس ناقص 3، 3 أس ناقص 2. إذا الجواب، إذا 3 أس ناقص 2 هي 1 على 3، الكل أس 2 يعني كتساوي 1 على 9. إذا هنا 2 على 3 الكل أس 4 يعني 3 على 2 المقلوب. 3 على 2 الكل أس 4 يعني 3 أس 4 على 2 أس 4 هي 81 على 16. ناقص 2 أس ناقص 3 كتساوي ناقص 1 على 2 الكل أس 3 كتساوي ناقص 1 أس 3 على 2 أس 3 اللي هي واحد ناقص 1 اللي هي ناقص 1 على 8. هنايا ناقص 5 على 4 الكل أس ناقص 3 هي ناقص 4 على 5. إذا المقلوب أس 3 هي ناقص 4 على 5 الكل أس 3، إذا هي ناقص 4 أس 3 على 5 أس 3 هي ناقص 64 على 125. الآن العمليات على القوى. إذا هنا مجموعة من القواعد يجب حفظها لكي نقوم بإجراء عمليات على القوى. إذا لكل عدد حقيقي غير منعدم A، ومهما كان العددان الصحيحان النسبيان N و M لدينا. إذا أولا جدا قوتين لهما نفس الأساس. إذا A أس M في A أس N كم يساوي؟ إذا نفس الأساس، الأساس هو A. مثلا 7 أس 5 مضروبة في 7 أس 2. إذا شنو غنديرو؟ غادي نحتفظو بماذا؟ بنفس الأساس ونجمع الأسين. إذا غنحتفظو بنفس الأساس وغادي نجمعو الأسين M زائد N. القوة التي أساسها قوة، القوة التي أساسها قوة. إذا هذه قوة لداخل القوسين قوة A أس N،
أوس أم، يعني هذه قوة قوة كتساوي ماذا؟ هي الأساس، نكتب الأساس ونضرب الأس في الأس. الآن خارج قوتين لهما نفس الأساس، أ أس أم على أ أس أن، كم يساوي؟ إذن هنا الخارج ديال واحد القوتين عندهم نفس الأساس، كنحتفظوا بداك الأساس وكنطرحوا الأسين، كنطرحوا الأسين. إذن هنايا جداء قوتين لهما نفس الأساس، قلنا كنحتفظوا بالأساس وكنجمعوا الأسين في الضرب. بالنسبة للقسمة كنطرحوا الأسين. إذا كان A و B عددان حقيقيان غير منعدمان وإن عدد صحيح نسبي، لدينا جوج القواعد. إذا جدا قوتين لهما نفس الأس، إذا نما قوتين لهما نفس الأس، إذا A في B الكل أس N كتساوي ماذا؟ هي A أس N مضروب في B أس N، هذا جدا قوتين لهما نفس الأس، ها هما قوتين لهما نفس الأس، بالنسبة للأساس مختلف. شنو كنديرو؟ كنضربو A في B وكنحتفظو أس N. ثانيا خارج قوتين لهما نفس الأس، إذا A على B الكل أس N كتساوي A أس N على ب أس إن. هنايا الخارج ديال قوتين لهما نفس الأس إن بالنسبة للأساس مختلف. إذا هنايا القوة ذات الأساس 10، مهما يكون العدد الصحيح الطبيعي إن غير المنعدم فإن 10 أس إن كتساوي ماذا؟ 10 وداك الأصفار اللي مور 10 هما أس إن، إذا عدد الأصفار هو إن. إذا هنايا هنا في هذه الحالة 10 أس ناقص إن كتساوي 1 على 10 أس إن، قلنا مقلوب القوة. إذن القوة التي أساسها، إذن القوة التي أسها سالب هي مقلوب القوة التي أسها موجب. إذن في هذه الحالة هنايا 0.000 إلى ما نهاية واحد، إذن هنايا كنكتبو 10 أس ناقص شي حاجة، فهم؟ إذن هو N هو عدد الأصفار. الآن الكتابة العلمية، الكتابة A فو A أس P، حيث P عدد صحيح نسبي و A عدد عشري نسبي، جزءه الصحيح يتكون من رقم واحد غير منعدم تسمى كتابة علمية. إذن هذه كتابة علمية، علما أن A عدد عشري نسبي و P هو واحد العدد صحيح نسبي. إذن أمثلة، عندي A كتساوي هذا العدد هذا كامل، عندي كيساوي قلنا 10 ملايير و800 مليون. إذن كيفاش غادي نكتب هذا العدد؟ ممكن نكتبو 1.08 مضروب في 10 أس 10، يعني 10 هو عدد الأصفار. ب كيساوي 0.000 إلى غير ذلك، ممكن نكتب 3.2 مضروبة في 10 أس ناقص 13. ناقص لماذا؟ لأننا غادي نرجعو من اليمين إلى اليسار، في هذه الحالة هذه مشينا من اليسار إلى اليمين. السي كتساوي ناقص هذا العدد هدايا، ممكن نكتبو ناقص 1.0925 مضروب في 10 أس 8. إذن هاد 8 هو شحال كحزت داك الفاصلة. الآن تطبيقات تمرين رقم واحد بسيط ما يلي. إذن التمارين هما هادو، عندي التمرين رقم واحد والتمرين رقم اثنان والتمرين رقم ثلاثة. التمرين رقم واحد واثنان بسيط ما يلي، والتمرين رقم ثلاثة هو نكتبو هاد الأعداد على شكل كتابة علمية. إذن صحيح التطبيقات، إذن عندنا بالنسبة للتمرين رقم واحد، عندي A كتساوي A أس 4 فوا A أس 5 على A أس 3. كيفاش غادي ندير؟ نبسط هذا التعبير. إذا A أس 4 مضروبة في A أس 5، هذه قوتين جداء قوتين لهما نفس الأساس، إذا نحتفظوا بالأساس ونجمعوا الأسين A ونجمعوا 4 زائد 5 على A أس 3، غادي نحصلوا على A أس 9 على A أس 3، وهذا هو ماذا؟ هو خارج ماذا؟ خارج قوتين لهما نفس الأساس، يعني نحتفظوا بنفس الأساس، أساس A ونطرحوا الأسين 9 ناقص 3، غادي نحصلوا على A كتساوي A أس 6، هذا هو التبسيط ديال هذا التعبير. إذا هنايا عندي B كتساوي 2 على 3 الكل أس 2 مضروب في ناقص 7 على 4 الكل أس 3 مضروب في 2 على 5 الكل أس 3. إذن هنا نطبقوا نفس الشيء، إذن غندخلوا الأس على الأقواس، وهنا غادي نحصلوا على هذا التعبير هذا، وغادي نمشيو كنبسطوا في هذا التعبير. 2 أس 2 مضروبة في ناقص 7 أس 3 مضروبة في 2 أس 3 على 3 أس 2 مضروبة في 2 أس 2 الكل أس 3 مضروبة في 5 أس 3. إذن هنا غادي نحاول نختزل إلا كان عندي شي اختزال، ثم
غادي نوصل لبي كتساوي ناقص 7 مضروبه في ناقص 7 مضروبه في ناقص 7، هاد ناقص 7 اس 3 هي ناقص 7 مضروبه في ناقص 7 مضروبه في ناقص 7، اذا غنحصل على ناقص 343 على 2250. غادي نكملوا التصحيح ديال التمرين. اذا عندي التعبير سي ا اس 2 الكل اس 3 مضروب في ا اس 3 مضروب الكل اس 2، اذا هي قوه قوه 2 في 3 الاس نضربه في الاس الكبير، هنا نفس الشيء غادي نحصل على ا اس دي بي اس 4 الكل اس ناقص 2 مضروبه بي اس ناقص 3 الكل اس ناقص 7، نفس الشيء عاوتاني قوه قوه. ثم غنبقى نبسط غنحصل هنايا على قوتين جداء قوتين لهما نفس الاساس، نحتفظ بنفس الاساس ونجمع الاسين ونحصلوا على بي اس 3 10. التعبير هذا اكس اس 3 الكل اس ناقص 2 مضروب في اكس اس 2 الكل اس ناقص 3 على اكس اس 3 الكل اس ناقص 2. اذا في هذه الحاله هذه شنو غادي ندير؟ اذا غادي نمشي بهذه الطريقه هذه كنبسط حتى نحصل على هذا التعبير اكس اس ناقص 6 اللي كتساوي 1 على اكس الكل اس 6. اذا التعبير اف هو ا اس 6 مضروب في بي اس ناقص 5 مضروب في ا اس 2 الكل اس ناقص 3 مضروب في بي على 3 ا اس 4 مضروب في بي اس ناقص 5 الكل اس 3. كنمشي كنبسط كنحصل على قوتين لهما نفس الاساس وكنجمعوا وكنبسطوا الى ان اصل الى التعبير كتساوي بي اس 11 على 3 ا اس 4. اذا هنايا التعبير جي ا اس 4 مضروب في بي اس ناقص 2 مضروب بي اس ناقص 3 على ا اس ناقص 3 مضروب في بي اس 2 مضروب في ا اس 5 مضروب في بي، كنبقى كنبسط على الى ان نحصل على ا اس 5 على ا اس 2 مضروب في بي اس ناقص 5 على 3. شنو كندير؟ جداء قوتين لهما نفس الاساس، اذا هنايا غتولي لي ا اس 5 ناقص 2 وهنايا بي اس ناقص 5 ناقص 3 وغادي نحصل على جي كتساوي ا اس 3 مضروبه في بي اس 8. اذا التعبير اش هو على الشكل التالي، غادي نبقى كنبسطو هنايا قوه قوه، غادي ندخل هاد الاس على جميع الحدود الى غير ذلك، فانني ساحصل في الاخير على اش كتساوي ا في ا في بي على سي الكل اس 15. اذا هنايا حاولوا منين توصلوا لهذا التطبيقات توقفوا الفيديو وتشدوا ورقه وستيلو وتخدموا هادشي هذايا باتباع الطريقه التي اتبعتها وستحصلون على نفس الاجابه. انا حاولت انني نبسط ما امكن في هذا التسلسل ديال العمليه باش نوصل الى اش كتساوي ا في بي على سي الكل اس 15. الان تصحيح التمرين الثالث اللي هو الكتابه العلميه. لاحظ عندي 0.000000 شحال عندي ديال الاصفار؟ 9 ديال الاصفار. اذا نكتب 3 مضروبه في 10 اس ناقص 9. علاش اس ناقص 9؟ لماذا؟ لانني زحت الفاصله من اليسار الى ماذا؟ الى اليمين. اذا الكتابه العلميه هي 3 مضروبه في 10 اس ناقص 9. اذا انا عندي 0.0025. اذا هنايا ممكن نكتب 2.5 مضروبه في 10 اس ناقص 4 او نكتب 25 مضروبه في 10 اس ناقص 5، كذلك زحت الفاصله من اليسار الى اليمين. كذلك نفس الشيء هنا، اذا عندي 4 ديال الاصفار غندير 10 اس ناقص 4. هنايا 3027.4 كتساوي 3.0274 مضروبه في 10 اس 3، اذا زحت الفاصله من اين؟ من اليمين الى اليسار. كذلك نفس الشيء هنا من اليمين الى اليسار، حصلت على 1.003 مضروبه في 10 اس 7، يعني زحت الفاصله ب 7 ديال المرات. اذا هذا واحد التمرين مقتطف من اختبار الكتابي لمباراه توظيف الاساتذه اطر الاكاديميه الدوره دجنبر 2020 فيه القوى. اذا هنايا كما كتلاحظوا ليكن ا عددا حقيقيا غير منعدم احسب التعابير التاليه مع تبسيطها ان امكن ذلك. اذا غنمشيو للتعبير ج اي سي هو اللي كيهمنا اللي خاص بالقوى. اذا سي هو 10 اس 6 مضروبه في 10 اس 3 اس ناقص 1 على 10 اس ناقص 1 مضروب في 10 اس 4. شنو غندير هنايا؟ اول حاجه خصني هنايا هاد قوه وقوه خصني نضرب 3 في ناقص 1، هاي هي اللي درت هنايا. اذا 10 اس 6 مضروبه في 10 اس 3 مضروبه في ناقص 2 في ناقص 1 على ا اس ناقص 1 مضروبه في 10 اس 4. غادي نحصل على ا اس 6 مضروبه في ا اس ناقص 3 على ا اس ناقص 1 مضروبه في ا اس 4. ديك الساعات
ضرب قوتين لهما نفس الأساس. إذن هي قوة وجمع الأسين، 6 زائد ناقص 3، هنا أ أس ناقص 1 زائد 4، غادي نحصل على أ أس 3 على أ أس 3 كتساوي 1. إذن هذا هو الجواب الصحيح. إذن كيتحط داكشي بسيط بزاف. إلا تبعتوا معايا في هذا الفيديو هذايا، كل مرة فيما وصلتوا وقفوا الفيديو وشوفوا مزيان الطريقة كيفاش تبعتها في إجراء التمارين، غادي تفهموا مزيان هاد الدرس هذا. قريبا هاد الدرس هذا كيجي دائما في الامتحان الكتابي ديال مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديمي. إذا هنايا كما كتشوفوا هذا مثال ديال امتحان ديال دورة دجنبير 2018. إذا في الأخير أتمنى لكم كل التوفيق والسداد. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.